أنا اسمي نهى مايكل، أنا كلينيكال سايكولوجيست، بقالي 10 سنين في المجال ده، بشتغل في 3 عيادات في القاهرة. الديجري بتاعتي من ساسكس يونيفرسيتي في لندن، وبعد كده عملت ماسترز من كاليفورنيا ساذرن. التكنيك اللي بستعمله مع الكلاينتس هو العلاج المعرفي السلوكي، وبيعتمد على طريقة التفكير. كتير من الأوقات بتبقى مش إيجابية قوي، وبيبقى فيها distorted thinking، ما بتبقاش عملية، فبنحاول في العلاج ان احنا نحسن طريقة التفكير دي، وبالتالي نحسن السلوك بتاع الكلاينت. غير كده بعمل marriage counseling والاونلاين ثيرابي، بقالي كتير شغالة فيه مع كلاينتس all over the world. من اكتر الاوقات اللي بحبها في during الثيرابي، الوقت اللي يبان فيه على الكلاينت ان هو ماشي وهو مبسوط، مش محبط، مش متضايق، عنده امل في الحياة، حاسس ان هو يقدر يكمل ويقدر يقاوم المشاكل اللي عنده، وان دي مش اكبر مشكله في الدنيا. طبعا دي بتبقى ريفلكتد في العلاقه اللي بيني وبين الكلاينت. لو بتمر بفتره ستريسفل في حياتك، او حاسس ان محدش فاهمك، او محتاج انك تتكلم مع حد وما عندكش حد تتكلم معاه، لو بتمر بطلاق او بانزايتي او بنوع من انواع الاحباط، اشجعك انك تجرب الاونلاين ثيرابي من الكونفينينس بتاع بيتك ومكانك او مكتبك، ساعة في الأسبوع، وأكيد دي حاجة هتساعدك كتير.